ايه ده؟ انجوري، انتي لسه ما اكلتيش ليه؟ اكل ازاي بس يا انيتا في اللي انا فيه ده؟ انا هقولك تاكلي ازاي، معلقة واحدة بس من ايدي. يلا. مش عايزة اكل انتي. يا انجوري، ما ينفعش تعملي في نفسك كده. صدقيني تواري زمان واكل على الاقل 4 أو 5 وجبات لحد دلوقتي. لا هو مش هيعمل كده، انا عارفة انه مش هيقدر ياكل من غيري. طيب خلينا نستنى فيبو راح له وكل حاجة هنعرفها دلوقتي، يعني كله هيبان مجرد وقت. طيب ماشي، إذا كان كده فأنا مش هقرر إذا كنت هاكل ولا لأ غير لما فيبوتي يرجع من هناك. ماشي. أنجوري بيتهيألي كده لازم تاكلي. في إيه؟ أنت رحت تشوف تواري مش كده؟ قولي أخباره إيه؟ هو عامل إزاي وصحته أخبارها إيه؟ قولي كل حاجة وقولي هو أكل حاجة؟ أنجوري هو كان بياكل حاجات تانية مع الأكل. إيه؟ يعني إيه هو بياكل حاجات تانية؟ بصي، أياً كان المهم إنه بياكل، وعلشان كده أنتي كمان لازم تاكلي. لا أنا لازم أفهم الأول بياكل إيه تاني مع الأكل، قولي يلا. أنجوري أعتقد يبقى أحسن لو تشوفي بنفسك هو بيعمل إيه، وساعتها بس هتعرفي أنا قصدي إيه بكلامي بالحاجات التانية. اتفضلي شوفي يلا. जवानी पे एक सुरूर सा चढ़ता है وحطيهم على وشك، الوصفة دي هتساعدك وتخلي بشرتك ناعمة. يا حماتي أنا مش بتكلم عن جفاف البشرة خالص. ألو 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 ألو، بقولك إيه يا أنجوري، مش سامعاكي كويس، معلش هبقى أكلمك بعدين. أوه. هو يا نهار. قولي بالراحة، ده عين العقل، عين العقل. اهدي بس اهدي. تمام، خلاص خلاص.